تستعد الفنانة إلهام شاهين لتصوير أولى مشاهدها في فيلم هز وسط البلد منتصف مايو المقبل. الفيلم من تأليف وإخراج محمد أبو سيف، وبيناقش قضية التحرش الجنسي، حيث تدور أحداثه في 12 ساعة فقط من 7 صباحا وحتى 7 مساء في وسط البلد من خلال نماذج إنسانية عديدة. الفيلم بيشارك بطولته عبير صبري ورانيا يوسف وزينة وتامر هجرس ورجاء الجداوي وحسن كامي وحسين الإمام. كيف حنيا يعني؟ تجوزني يا اخويا. ابتسامه حلوه بقى؟ الشرطه انا مسك لها الشرطه وهستخبى ومش حابين والله. فين يا عم الحاج؟ فين انت؟ امسك يلا يا عم الحاج، انت كمان خلصنا. ايه الليله دي؟ زي ليلتنا بالظبط، فاكره فوزيه؟ اسكي لي قناه، اسكي اسكي لي قناه.